مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أنا اسمي محمود محمد المغاوري إبراهيم محجوب، وزني 140 كيلو، عمري 49 سنة، بعاني من الضغط والسكر متلازمين، مفيش انتظام، في هبوط في ارتفاع. تابعت الدكتور كريم صبري فقررت إن أنا أروح له في العيادة، وما رحت العيادة تأكدت من الكلام ده أكتر وقابلته شخصيا، قرر لي عملية تكميم معه وإن شاء الله استنوني بعد العملية. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هقول لكم الدور المهم لعملية تكميم المعدة كعلاج لمرضى السكر اللي هو السكر الخفيف، يعني السكر اللي هو بقاله فترة قريبة، السكر اللي هو ماشي على أقراص، السكر اللي هو من النوع الثاني. الحقيقة طبعا تكميم المعدة بتبقى شفاء تام، مش لازم نعمل تحويل مسار في الحالة دي، لكن احنا بنلجأ لتحويل المسار في بعض الحالات. يعني الحالة دي ينفع تتعمل برضو تحويل مسار، لكن تحويل المسار احنا مخليها للسكر الغير منتظم تماما، يعني جرعات عالية من الانسولين، ابتدينا ندخل في مضاعفات سكر بقاله فترة كبيرة. لا طبعا هو بيبقى فعال زي التكميم، لكن احيانا برضو بنعمل تكميم المعدة كعلاج فعال لمرضى السمنة ومرضى السكر، السكر اللي هو يعني في بداياته، او السكر اللي هو يعني ماشي على جرعات يعني صغيره من الاقراص. الحقيقه طبعا ان معظم الناس اللي هم مصابين بالسكر بيكون سكرهم من النوع الثاني، 80% تقريبا من الناس مرضى السكر بيبقى سكرهم من النوع الثاني، جزء كبير جدا منه بيكون بسبب الدهون المتراكمه او السمنه المفرطه. لما بننزل الوزن والوزن يرجع لوضعه الطبيعي، الدهون بتقل، مناعة الانسولين بتقل، وبالتالي البنكرياس يرجع ينشط تاني ونوقف العلاجات بتاعه السكر. وبالتالي تكميم المعده بتبقى مفيده جدا في حاجتين، بتنزل وزننا مظبوط، وبتعالج السكر المصاحب للسمنه المفرطه. هي فكرتها بنصغر حجم المعده الى جزء صغير، الجزء الصغير ده بناكل فيه، بنشبع منه بسرعه، ما بنجوعش الا على فترات كبيره، هرمون الجوع الوضع بتاعته قلت جدا لان احنا شلنا الجزء المسؤول عن افراز جزء كبير جدا من هرمون الجريلين. وبالتالي العمليه فعاله في انقاص الوزن، فعاله في علاج مرضى السكر، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره في البطن، يعني بنقعد 12 ساعه في المستشفى من بعد العمليه، بنخرج بنقعد يوم في البيت، ننزل شغلنا بعد فتره قصيره جدا، ممكن نمارس رياضة بسيطة كده في أول شهر اللي هي يعني حاجة بسيطة زي المشي أو الجري البسيط، وبعد شهر ممكن نرجع لحياتنا الطبيعية التامة في الرياضة العادية خالص وشغلنا الطبيعي زي ما قلنا، بنرجع بعد يوم من إجراء العملية. إن شاء الله نطمنكم على أستاذ محمود ما بعد إجراء العملية ويقوم بسلامة إن شاء الله. بالتوفيق، ربنا يوفقك. شكرا. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري، انا يعني النهارده هوريكم ان شورت عمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي اول خطوه فيها ان احنا بنعزل المعده عن مجموعه الدهون اللي حواليها، هي دي، ده باستخدام جهاز الجشور او الهارمونيك لو كنا بنستخدم جونسون في بعض الاحيان.
هي طبعا احنا المعدة دي هيتم تصغيرها الى 80% من حجمها. دي قبة المعدة زي ما احنا شايفينها، دي قبة المعدة الحجم الكبير ده، دي طبعا الشكل ده اللي هيطلع ما بعد العملية. طبعا دي الدباسة اللي احنا بنستخدمها. الدباسة دي عبارة عن يعني آلة بتدخل خلال قطر يعني 2 سنتي او اقل. الحقيقة طبعا احنا بنركب فيها الدبوس زي ما هتشوفوا دلوقتي، بنبتدي ندبس ونفصل المعدة الى جزئين، الجزء اللي احنا هنشيله والجزء اللي احنا هنسيبه ده اللي هو بعد كده هناكل فيه. فدي الطريقة اللي بتدبس بيها الدباسة. طبعا بتبقى التدبيس بيبقى عبارة عن 3 صفوف يمين 3 صفوف شمال، السكينة بتقطع في وسطهم وبالتالي تفصل المعدة الى جزئين، الجزء المتبقي والجزء اللي هو هيتم عزله. بالصورة اللي احنا شايفينها دي هيتم عزل المعدة الى جزئين. الدبوس طوله 6 سم، بعد انتهاء ال 6 سم دول بناخد دبوس كمان بالشكل اللي احنا شايفينه ده الى ان يتم عزل المعدة الى نهايتها، تبقى عبارة عن جزئين. ما بنمشي على الكاليبريشن تيوب بحيث ان احنا ما نعملش ضيق في المعدة، وكمان ما نسيبش جزء كبير بحيث العيان برضو يخس كويس وينزل في وزنه مظبوط. تاني ماشيين طبعا لحد ما نوصل لنهاية المعدة، ده يعني دبوس كمان ودبوس، يعني هتاخد كمان 3 دبابيس كمان، يعني بالمعدل تقريبا 6 دبابيس او 5 دبابيس في بعض العيانين. الجزء المتبقي هو الثابت في كل العيانين، الجزء المستأصل هو ده اللي ممكن يكون متغير ما بين عيان وعيان زي ما احنا شايفين كده. الجزء لازم نحافظ عليه، ناخد قطر المعدة المتبقية. ده شكل المعدة بعد التدبيس، خلينا نطلع معاه عامل زي المزايا كده بالظبط كده، زي المزايا الصغيرة. طبعا ما نسيبش جزء كبير من قبة المعدة بحيث ان ما يبقاش ده مساحة ان هو يخزن فيها الأكل ما بعد العملية. بنعمل اختبار تسريب دلوقتي بالمنظر ده، بنقفل بوابة المعدة الخارجية وبنحقن مادة زرقاء بقوة عالية، بنخلي المعدة عبارة عن زي البالونة. اتفضل بالمنظر ده، احنا عاملينها زي البالونة دلوقتي عشان تضغط على الدبابيس كلها بحيث ان احنا لو في اي مشاكل في المعده تبان بعد كده. هي دي ببساطه تكميم المعده، وده شكل المعده ما بعد تكميم المعده اهو، عامل زي المزايا صغيره بالشكل ده بحيث ما يكونش في اي نوع من الالتواء او اي نوع من يعني عدم الاستقامه. شكل المعده صغير زي ما احنا شايفين، قبه المعده احنا شلناها كلها بحيث ما يتبقاش فيها جزء اتمدد بعد كده بالاكل. عملنا اختبار التسريب وعملنا اختبار كمان النزيف بحيث العيان ما يكونش عنده فرصة ان شاء الله للنزيف او التسريب ما بعد العملية. اسمي محمود محمد المغاوري، الحمد لله لسه عامل عملية تكميم مع الدكتور كريم صبري. طلع من العمليات بقالي ساعة ونص والحمد لله حاسس بتحسن جدا، و أنصح أي حد يعاني من مرض السمنة أو أي مشاكل في الضغط والسكر. التخدير كان فوق الرائع، ما حسيتش بأي حاجة والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ محمود الحقيقة احنا مطمنكم عليه بعد العملية، بعد تكميم المعدة. احنا لسه الحقيقة ما عدناش ساعة ونص ما بعد العملية. طبعا احنا اعادة الريهابليتيشن او الاعادة للنشاط الطبيعي المفروض ان هو يعني سريع ما بعد عملية تكميم المعدة. زي ما قلنا تكميم المعدة هي عملية فعالة في انقاص الوزن، فعالة في علاج مرضى السكر اللي هم يعني ماشيين على علاجات اورال يعني عن طريق الفم، لسه ما بياخدوش انسولين بجرعات كبيرة. طبعا التكميم عملية فعالة في انقاص الوزن لان هي بتتخلص من جزء كبير من المعدة اللي هي طبعا بتخلينا بنجوع بسرعه بسبب افراز الغدد اللي هي بتبقى في قبه المعده لهرمون الجريلين. ما تبقى من المعده بيبقى كافي يعني لاكل كميه صغيره، بنشبع بسرعه ما بنجوعش على الفترات كبيره. الحقيقه طبعا المتابعه ما بعد العمليه احنا يمكن بيقعد 12 ساعه ما بعد العمليه، بيخرج بسلامه وبيقعد يوم في البيت وينزل نشاطه الطبيعي بعد يوم من اجراء العمليه. الحقيقة الرسالة اللي عايز أقولها إن العمليات بسيطة جدا، تحضيرها يعني سهل، العملية نفسها سهلة، يمكن إحنا في خلال ساعة ونص ما بعد العملية الأمور الحمد لله كويسة. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث
جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً. 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومة دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maxi Doro Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. أكيد البشرة السليمة علامة من علامات الجمال، وأكيد كل سيدة نفسها تبقى حلوة وجميلة. ويمكن أنا على مدار السنين عملي اللي فاتت كلها، أنا أول واحدة كنت دايما بقول الست لازم تبقى حلوة ولازم تهتم بنفسها ولازم يعني تبقى نجمة دايما في مجالها وفي محيطها. بس مش معنى كده أنه إحنا مثلا نجرح الناس، أو لما نشوف حد احنا احسن منه في حاجة او شكلنا افضل منه في حاجة ان احنا نعلق عليه بشكل جارح او اسلوبنا يبقى فيه ما فيهوش انسانية. لازم يعني نتعلم ازاي نتكلم مع بعض، لازم نتعلم ازاي يكون لساننا حلو مع بعض، بلاش نجرح في بعض. انا بتكلم بالطريقة دي او بقول كده لانه انا ملاحظة انه في الفترة الاخيرة احنا بقينا يعني ما بقناش نراعي مشاعر بعض خالص، وده على المستوى العام وعلى المستوى الخاص كمان. يعني انا بشوف كتير مثلا من صديقاتي او كتير من الناس اللي بتبعت لي هي بتعاني من سوء المعامله، او بتعاني من 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 يعني انه لو حتى حد وجه لها نقد بيبقى النقد ده باسلوب لازع جدا، بيبقى النقد ده باسلوب جارح جدا. فلازم يعني بس شويه رحمه في علاقتنا ببعض ونحط نفسنا مكان اي حد. يعني انت قبل ما توجه كلمه لحد فيها جرح او فيها اهانه، حط نفسك مكانه، شوف انت هتقدر تتحمل، شوف ده هيزعلك ولا مش هيزعلك، واكيد الاجابه هتكون واضحه
وصريحة انه انا لو انا مكانه اكيد هتضايق فانا مش هعمل ده. بس هما دول الكلمتين اللي انا كنت عايزة اقولهم. وبما انه انا دايما بقول ان الستات لازم تهتم بنفسها ولازم تبقى حلوة، ودايما برضو على فكرة انا بقول انه مفيش واحدة وحشة، مفيش خالص ست وحشة مهما اختلفت ملامحها، مهما يعني، ومفيش حاجة اسمها انه الجمال ده نص مكتوب لازم هو يبقى نص واحد مكتوب، او ان هي طالما عينيها عاملة ازاي ووشها عامل ازاي وجسمها عامل ازاي تبقى دي ست حلوة. خالص مفيش الكلام ده خالص. يعني الجمال ده جمال روح قبل ما يبقى جمال ملامح او يبقى جمال هيئة او يبقى يعني جمال لسان وجمال روح. تخيلي بقى انت لما يبقى لسانك حلو وروحك حلوة وكمان شكلك حلو، لا انت كده تبقي حاجة عظيمة جدا. وده اللي انا دايما بقوله، يعني اهتمي بجمالك الداخلي وكمان جمالك الخارجي، كده انت هتبقي يعني ما فيكيش غلطة زي ما بيقولوا. بس نبدأ طبعا بالداخلي. احنا بقى النهاردة هنتكلم عن الجمال الخارجي. لازم تبقي دايما كده ملفتة وجميلة، ملفتة بأدبك وبأخلاقك طبعا، وكمان وشك يبقى جميل ونضر وفي رونق وفي جمال. ودلوقتي كمان يعني التكنولوجيا تطورت بشكل كبير جدا، وأصبح من خلال حاجات بسيطة نقدر ان احنا نحصل على النتيجة اللي احنا عايزينها. احنا النهاردة هنتكلم عن الراعي الرسمي للجمال دائما وابدا زي ما بقول، ماسي دروجولد. بس خلوني ارحب في البداية بضيفتي العزيزة دكتورة هند نصير، مدير التطوير والابحاث في شركات ماسي فارم. ازيك يا دكتورة هند؟ ازيك يا ايه الاخبار؟ ايه المقدمة الجميلة؟ كله تمام؟ بصي، هو انا قلت كده ليه؟ لانه انا ملاحظة في الفترة الاخيرة انه احنا بقينا جرحين. صح. يعني بقينا مش عارفة ليه، هو أنا مش عارفة ليه، مع أنه إحنا شعب طيب جداً ومتسامح. الناس بتحكم للشكل العام. أعتقد إحنا لما نيجي حتى يعني الجمال ده، أولاً طبعاً زي ما أنتي قلتي تفضلتي قلتي كل امرأة ربنا خلقها فيها جمال، فيها شكل. الجمال ده نسبي، ممكن اللي ما يعجبكيش يعجبني، مظبوط، واللي بالزبط. يعجبني ما يعجبكيش وهكذا بالزبط. فالجمال ده نسبي، لكن هما بيقيموا الناس من وجهة نظر واحدة. فانت عندك حق، هو احسن حاجة ان انت تقيمي الانسان. طبعا هو شكله الخارجي مهم، مظبوط، بس كمان الروح مهمة قوي. صح، الروح دي مهمة. صح. قوي، يعني الروح دي تجمع الناس ببعضها. صح. حقيقي. وعشان ما يقولوش هي يمنى، ما هي اول واحده بتتكلم وبتقول الستات لازم تبقى حلوه. انا بقول الستات لازم تبقى حلوه، انا ما قلتش حاجه، بس لسانها كمان يبقى حلو. صح. وروحها كمان تبقى حلوه، تبقى حلوه جوه وبره. بالظبط كده، هو ده فول اوبشن يعني. أيوة. بس كده تبقى خطيره، انت عارفه لو بقت خطيره، لو بقت حلوه جوه وبره دي ما تلاقيهاش على طول. فيعني بما انه ماسي الراعي الرسمي للجمال دلوقتي وكل الستات بتسال عنه وعاوزه تعرف تفاصيل عنه، وايه موضوع ان هو انا لما استخدم ماسي انا شكلي هيصغر 10 سنين؟ دي عامله قلق جامد قوي، انت مش متخيله قد ايه فعلا. بالنسبه للناس، والناس حفظت الشعار. صح صح. كل الناس لما تقابل لما تقابلني وتسالني تقولي هو فعلا بيصغر 10 سنين؟ طب ليه؟ دايما ده السؤال الاول، طب ليه؟ ايه اللي يفرقه؟ هقول ان ماسي دورو جولد من الكريمات في الحقيقه يعني عملت طفره في التجميل في الفتره الاخيره، لان كل المكونات بتاعه ماسي كلها لوحدها، لو جيتي تاخدي كل منتج لوحده ممكن نتكلم كتير بقى، نوع بقى ساعات بقى عن كل حاجه لوحدها. كفايه ان انا هقول لك ان الماده اللي انت بتعملي بيها فيلر وبتروحي تاخدي الفيلر هي الهيالورونيك اسيد موجوده في ماسي. حتى الصوديوم هيلارونيت اللي هي دي موجوده زي الهيالورونيك اسيد، شبه الماده اللي بتحقن بيها الفيلر دي، جزيئاتها صغيره جدا 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 فبتخترق البشره. طب احنا عايزين نقول السكس اكشنز، يعني نقول هو بيعمل ايه، بيعالج ايه بالظبط؟ السكس اكشنز طبعا موجودين على العلبه، على علبه ماسي. اول حاجه لو احنا جينا نبص هنلاقي ان هو مقاوم للايه، للتجاعيد. يعني هتيجي تبصي هتلاقي انتي رينكلز، مضاد للتجاعيد. هتلاقي فيه نورشنج، التغذيه. هتلاقي فيه الترطيب، هتلاقي فيه الترطيب. هتلاقي ان هو ضد التقدم في العمر. عارفه ازاي؟ هتلاقي ضد التقدم في العمر. هتلاقي الخطوط التعبيريه قلت. يعني طبعاً. الخطوط هو ضد التجاعيد، طبعا ضد التجاعيد، بيقوم التجاعيد، بيرطب، بالظبط كده، بيعمل تغذيه، بيعمل بيشد البشره، انتي ايجينج. فبيشد البشره. انتي لو جينا كده نبص على كل حاجه لوحدها هتلاقي كل كل اكشن وظيفة. من دول وظيفه مربوطه بماده محطوطه. يعني احنا في عندنا عشان خاطر طبعا انا يعني عايزه اقول ان البشره
كل ما انت تستهلكيها قوي تخرجي على طول من غير ما للشمس طول الوقت طول الوقت طول الوقت، ميك اب باستمرار باستمرار باستمرار، صبح وليل وارسم واعمل وكل الكلام ده، انت بتهلكي البشره كده. احنا عايزين طبعا حاجه تساعد ان انا انتهي بقى من موضوع ان انا احط كل منزل احط ميك اب، انا عايزه يبقى وشي نضر ببساطه كده وفي جلو وفي نضاره من غير اكني واكله كويس. بالظبط، اكني كلت اكله شهيه، كلت كويس، اكني كلت كافيار. هو في كافيار، هو في كافيار، هو في كافيار، كاني كلت كافيار. الكافيار في ريسيرش مؤخرا وجدوا ان الخليه بتاعته شبه الخليه بتاعه الجلد، هو عباره عن بروتين وميه، والخليه فيها ميه وبروتين، وبالتالي الامتصاص بتاعه بيكون سريع وحلو. مليان بمضادات الاكسده، في انتي اوكسيدنت كتير جدا. مضادات الاكسده دي معروفه جدا، انت عارفه اي حاجه، انا دايما اقول اي حاجه بمشي كده، اي حاجه فيها انتي اوكسيدنت هاتيها، سواء اكل او حتى وكريم طبعا. ليه بقى؟ لان التدخين والخروج باستمرار، التلوث واشعه الشمس، كل الكلام ده بيأثر على البشره بتاعتنا وبيعمل لها اجهاد رهيب. فمضادات الاكسده دي مهمه علشان خاطر احافظ على الخليه بتاعتي هيلثي وصحيه. ده غير الدهب بقى. الدهب بقى انت جبتي قصه ثانيه خالص، انت جبتي الدهب بقى ده 23 قيراط. انا محتاجه، انت عارفه زمان انا كنت بشوف ان القصه دي موجوده حتى الاهتمام بالملكه الملكات. يعني كليوباترا كانت تعمل كده، يعني ده كريم ملكي في كل المكونات، ملكي هو ملكي فعلا. يعني حتى بصي شكله تحسي ان هو ريت ان ريتشد ويز العناصر الاساسيه اللي احنا عايزينها لبشرتنا. انا عايزه بشرتي تبقى نضره، وليه ما اكونش انا ملكه؟ يعني انا انا ما احسش ان انا ملكه جوه نفسي انا. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله لما انا اكون جميله ومهتمه بقى، وانا لازم اكون ستار زي ما انت قلتي في المقدمه، لازم اكون انا في المحيط بتاعي. في محيطي انا ملكه، في محيطي انا ستار، في بيتي، في جروبي، في بالظبط، في اسرتي، بين قرايبي، عادي. ان انا لما اجي ابص على نفسي كده في المرايه وابص اشوف كده شكلي اقول ايه ده، ده انا بشرتي، عارفه دي ترفع ثقتك بنفسك. اكيد طبعا. انت لو طبعا عندك، انا واحد، انا ساعات لي واحد يقوم من النوم كده ويبص، لا لو لاقي اي حاجه تضايقه مش نايم حتى كويس، لا بيتضايق. دايما بنصح الساده المشاهدين ما تحطوش اي حاجه على وشكم، او ما تستخدموش اي حاجه على وشكم او على شعركم او اي حاجه عامه من غير ما تكون مرخصه ولها تراخيص. معنى ان هي ليها تراخيص ان هي خضعت لاختبارات كتير، لابحاث كتير، لتجارب كتير علشان تطلع للساده المشاهدين وتكون امنه. ماسي منتج مرخص من كذا جهه، مش من ثلاث جهات، مرخص من وزاره الصحه المصريه ومرخص من الاتحاد الاوروبي وحكومات دبي. فدي اكتر من جهه طبعا تدي مصدر ثقه كبير للناس. طيب ليكوا كمان فروع يا دكتوره هند، يعني ما شاء الله في انتشار. الحمد لله الحمد لله. ماسي فارم، عندنا ماسي فارم ايجيبت طبعا دي موجوده في القاهره، وعندنا ماسي فارم جولف ودي موجوده في جبل علي، وعندنا ماسي فارم اتري ودي موجوده في ايطاليا، وقريبا ان شاء الله هنكون في امريكا في فيلادلفيا. انا بشكرك على وجودك معايا النهارده ضيفتي العزيزه دكتوره هند نصير. حلقتنا خلصت، شوفوا كل حلقاتنا على اليوتيوب، بنقابلكم يوميا 3 عصرا والاعاده بتكون 8 صباحا، وفي اعاده كمان بالليل الساعه 12 مساء عشان ما تنسوهاش. اي حد عنده سؤال او استفسار صفحتي الشخصيه تظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي، تقدروا تبعتوا لي كل اسئلتكم واستفساراتكم وان شاء الله احاول ارد على معظمها او كلها، ربنا يقدرني. يعني انا بشكركم على وجودكم معانا، ويا رب دايما نكون ضيوف على حضراتكم. اشوفكم بكره ان شاء الله، كنت معكم يمنى طولان، سلام عليكم.